كرامة؟ قاعدة لوحدك كده ليه؟ ايه ده؟ انتي بتعيطي؟ صدقيني يا كرامة، أنا مش عايزة أكون سبب في أي حاجة توجعك. هو أنتي زعلانة إني حامل؟ أنتي خايفة مني؟ بتكرهيني؟ أنا عرفت من شرابية إن أنتي كنتي بتروحي الدكتور. بطلتي تروحي الدكتور من بعد ما اتجوزت خميس. ليه يا كرامة؟ هو انتي بتتعالجي عشان نفسك ولا عشان اي حد تاني؟ هو انتي مش عايزه ترجعي تتكلمي تاني؟ خلاص والله انا بنت حلال مصفي اني اشوفك قبل ما امشي. يا اهلا بمراتي الغالي وام اول حفيد هيفرح عيلتنا ان شاء الله. اهلا بيك. انا شوق مرات الخال، فاكراني ولا نسيتيني؟ لا فاكراكي. ازيك؟ الحمد لله. بنتي يا كرامه ينيلك، انتي لسه يا بنت متكومه زي البقجه؟ ما وحشتكيش؟ مش عايزه تقومي تسلمي عليا وتاخديني في حضنك؟ هي خايبه كده هتفضل طول عمرها. طب اسيبك انا بقى؟ لا تسيبينا، ده ايه؟ ده انا جايه لك مخصوص عايزاكي في كلام يخص. اقعدي